السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في نهار جديد وقصة جديدة. وقصتنا اليوم غتكون أغرب من القصة اللي فاتت. كيف ما كنا شفنا في المينياتور بأن 438 يوم قلب البحر. باش نتعرفوا اليوم على قصتنا، إلا كنتي من محبي القصص ومحبي قناة باخويا فلوق، ما تنساش بواحد الاشتراك، واحد اللايك، ما تنساش بواحد التعليق. كملوا قصتنا. كما شفنا قصتنا يعني في قلب البحر، وهو المحيط الهادي. يعني المحيط الهادي كيعتبر من اكبر المحيطات على وجه البسيطه، ولا جمعنا حتى اليابسه كلها يعني ما غاديش توصل للحجم ديال المحيط الهادي. قصتنا اليوم مع واحد الشاب اللي هو خوسي سلفادور الفارينغا، يعني مواطن من واحد الجزيره اللي هي كوستا زول، كتوقع في خليج المكسيك. ويعني حتى المحيط الهادي يعني تعتبر الى تحتي فيه حدود النجاة ديالك غادي تكون قليله. وقصتنا اليوم مع خوسي سلفادور اللي هو لحد الساعه واخد الرقم القياسي برقم ديال 438 يوم قبل البحر. حتى واحد ما يقدر يوصل لهاد، يعني لان غادي نشوفوا هاد السيد كيدوز هاد 438 يوم في البحر، اش من وسيله ولا اش من قارب اللي كان فيه. يعني هذا الرقم اللي عنده كيف قلت حتى واحد ما يقدر، وممكن كيقدر تجاوزو خوسي سلفادور، يقدر يتجاوزو اي شخص، كلشي باذن الله. المهم هاد القصه يعني كيف دوز هاد الشخص هاد 438 يوم، راه صدمه بالنسبه باش الشخص يدوز 438 يوم في قلب البحر. نشوفوا قصتنا. المهم هاد الرحله كان يعني مخصص لها غادي تدوز يعني في يومين، ما كانش ظن بانها غادي تدوز عليه هاد التباره كلها. وهو معروف يعني خوسي معروف صياد ماهر، ولكن من يعني من ذوي الناس ذو الدخل المحدود، ضروري الانسان ما يقلب على القوت ديالو. المهم خوسي ما كانش يخرج يعني يصيد بوحديته، كان ديما تيخرج معاه شي شخص، ومن حسن الحظ يعني هذاك الشخص اللي كان تيخرج معاه ما قدرش باش يخرج معاه ذاك النهار، فلهذا قرر باش يقلب على شخص واحد اخر اللي يونسو يعني في هذه الرحله ديال الصيد. هي هذيك تيشوف واحد الشاب اللي في العمر ديالو 23 سنه اللي هو ايزيكيل كوردوبا، وهذا الشاب هو اللي غادي يرافقه في هذه الرحله. المهم الرحله انطلقت يعني من القريه ديالهم اللي كيف قلت اللي هي كوستا ازول، يعني نهار 17 نوفمبر من سنة 2012. كانت الخطة ديالهم يعني باش غادي يطلعوا بشي قارب صغير لمدة 30 ساعة، يعني ما كانوا مجهزين على والو، هذا الشيء اللي خلاهم طلعوا بهذا القارب صغير، يعني ما فيه لا مجادف ما فيه لا شراع لا والو، فيه موتور صغير. يعني القارب فيه 7 متر، ما عنده لا سقف ولا كيف نقولوا بالمغربيه فلوكه صغيره ديال 7 متر فيها جوج الناس ومسائل الصياده وشي حوايج اللي غادي يستعملوا في ذاك تقريبا من ذاك اليومين ولا في ذاك النهار ونص. وكانت عندهم يعني اخبار بان غادي كاينه عاصفه في يعني في ذاك الليله، ولكن كيف نقولوا الله يحسن العوان، يعني مضطرين باش يرميو نفسهم هاد التهلوكه باش يجيبوا ما ياكلوا. المهم يعني تيخرجوا على الساحل اللي كانوا فيه حوالي 120 كيلومتر، يعني هذيك هي المنطقه اللي صالحه للصيد. كيف كنعرفوا البحر يعني ماشي اي مكان يمكن لك تصيد فيه، كاين شي مناطق تعرفوهم الصياده هما اللي مخصينهم للصيد. في وحدات الصباح من ذاك الليله يعني ناط العاصفه، وما عرفوا ما يديروا، كيف قلت يعني قارب صغير اش غيديروا، بداو يتخلصوا من يعني من الحوايج الثقال اللي عندهم تماك، حتى الصيد اللي صيدوا لاحوه. يعني كان عندهم حتى ماتيريال كيدير يعني عده كدير الاف الدولارات، وهكاك تخلصوا منهم، لان الانسان ملي كيشوف الموت ما كتبقى حتى شي حاجه. يعني كانت عاصفه وبقارب صغير مشكله. المهم داك الساعه كانوا يلا خارجين يعني 6 السوايع على كوستا ازول من الساحل منين خرجوا. والمهم يعني بداو تيتقاتلوا مع العاصفه حتى 7 الصباح،
سبعة الصبح كانت مازال ما بينهم وما بين الشاطئ يعني 24 كيلومتر. كانوا كيقدروا يشوفوا يعني الجبال اللي تماك في الساحل، كانوا كيقدروا يشوفوهم، ولكن من قلت الزهر ديالهم تيخسر يعني الموتور القارب، خسر لهم الموتور القارب. كيف قلت القارب ما فيه لا مجادف، ما فيه لا شراع، ما فيه والو. ومن تما كيف كتعرفوا البحر والرياح والعاصفه يعني بدات تجرهم للداخل. ومن الزهر ديالهم كان عندهم وركي توركي اللي قدروا يتصلوا بالمعلم ديالو وقالوا له المنطقه فين كاينين هما، وفجاه البطاريه ديال الوركي توركي ديالهم كتعطل. يعني قبل ما يخلص الباتري البطاريه ديال الجهاز ديالهم قال لهم يعني المشغل ديالو بانه غادي يخبر خبر السواحل وغادي يجيو يقلبوا عليهم. والصدمه هي يعني هذيك هي كانت عندهم اخر وسيله باش تتصل بالعالم الخارجي، ولكن فجاه يعني ما بقى اتصال. كيف غادي تكون ردة فعل ديال الانسان غادي يلقى راسو وسط البحر ما كاينش اتصال مع العالم؟ يعني صدمه بالنسبه للانسان، باش راه كنقطعوا غير 14 عقده يعني غير من الخزيرات لطنجه، راه كتبقى تقلب في جميع الاماكن راه كيبان لك غير البحر. اش غتقول وانت في وسط قلب المحيط الهادي؟ وحتى يعني المكان اللي خبروا فيه المشغل بانهم كاينين، ولكن لا راه الريح والبحر تيجر يعني واخا غادي يجيو راه ما غاديش يعني احباط في احباط. المهم خرج المشغل ويعني وشي مراكب معاه تيقلبوا عليهم، وحتى خفر السوالح يعني السواحل يعني حرك القوارب والطيارات ديالو وقلبوا عليهم الايام ولكن بدون جدوى، لان كتعرف شحال جراتهم الرياح يعني في قلب البحر. يعني في ظرف 5 ايام جروا 450 كيلومتر على الساحل. ويعني المشكله كان عندهم القارب صغير، يعني حتى شي واحد ما غادي يقدر يشوفهم، وكيف قلت فين ما شفتي كيبان لك غير البحر، يعني ما كاينش يعني من عاد ما تماك لا السفن ولا الطائرات، حتى شي واحد ما كيدوز من تما كاينه. والمشكله حتى هما ما عندهمش شي حاجه اللي يعني قارب صغير، يعني حدود النجاه ضعيفه بزاف مع هذا القارب. يعني كيف قلت ما عندهم والو، حتى داك مسدس النجاه ولا شي حاجه يشيروا بها يعني شي لون متميز ما عندهمش، عندهم غير يديهم. وتماك يعني اقتنعوا بان فرصه النجاه ديالهم ضئيله بزاف، فلهذا خصهم يعتمدوا على نفسهم. يعني من ناحيه الماكله بداو يعني تيشدوا شي طيور ولا كيصيدوا الحوت، هذا هو باش كانوا عايشين. وجمعوا شي قراعي د الماء، قراعي خاويين د الماء، يعني بداو تيجمعوا الماء ديال الشتاء ولا هذا كيشربوه، ولاو تيشربوا يعني دم السلاحف يعني الفقار اللي تيكونوا دايزين تماك تيشدوا شي واحد. وعزكم الله ولاو تيشربوا حتى البول ديالهم، واخا هو ما صرحش ولكن الانسان راه تيبان له ما في ذاك الظروف. تخيل يعني دوز عليك شهور وانت يعني في قارب صغير في وسط البحر، قارب ديال 7 متر، وعندك شخص واحد اللي كتكلم معاه، يعني راه مرحله الجنون هذه. يعني باش كانوا كيفاجئوا على راسهم هو تيتكلموا بيناتهم ولا كيصيدوا الحوت، يعني باش كيدوزوا وقتهم. وعلى قول خوسي بان الصديق ديالو كوردوبا شاب اللي رافقه من بعد 4 شهور يعني بدا تيدخل في حاله هلوسه، وشحال مره بغى ينتحر، والجسم ديالو بدا تيهزال وبدا تيمرض يعني من ناحيه داكشي الني اللي داكشي الخضر اللي تياكلو. وبقى هكاك يعني ما تياكلش داكشي، وبدا المرض ديالو تزاد، بدا تيضعف الى حتى مات. المهم خوسي من بعد 4 شهور وقف وسط البحر، ويعني نفسيته تحطمات لان الصديق ديالو مات وبقى بوحديتو. ما داك الونيس اللي كان ما بقاش، شنو ولا الهم ديالو؟ يعني ما بقاش يخمم شنو ياكل ولا هذا، ولا تيخمم غير باش شي طريقه النجاه اللي يعني تهزو من داك البحر. يعني تخيل 4 شهور وانت في البحر، يعني راه ما كانش عندك واحد الصبر راك تقدر تفقد عقلك،
4 شهور انت في وسط البحر، راه دوزت غير 3 ايام يعني مسافر في البحر وفي قارب كبير، ولكن راه قاصحه ما سهلاش باش تضرب 438 يوم في البحر. كيبقى العقل ديال هذا الشخص معاه العلم لله، ويعني حتى البلاصه اللي كان فيها في وسط المحيط الهادي، يعني هذاك المكان معدوم، ما كيدوزو منه لا سفن ولا قوارب ولا والو، يعني الحياه شبه منعدمه تماك، ما كيتحرك حد، يبقى نقولوا لا طير يطير ولا وحش ياسين. ولكن على حسب القول ديالو تيقول بان مرات سفينه عليه تما كاينه وبدات يغوت وتيشيل لهم، وشافوه شي بعار تما كاينه وشيلوا له ولكن بدون جدوى، يعني شيلوا له باي 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 باي، وزاد السفينه وبقى بوحديته. تخيل 4 شهور وانت تالف في البحر وتشوف يعني واحد الطريقه نجاتك من هاد الورطه، وبالتالي ما يعبروك ما شافوش حتى فيك، كيفاش تكون النفسيه ديالك ولا كيفاش تكون الحاله ديالك. وكيف كيقول يعني في هاد الرحله اللي دوز جوج مرات هو تيفكر بالانتحار، تيهز الموس ولكن ما تيقدرش. علاش؟ قال لك كنفكر الا بديت نموت غادي نبدا نموت ونتعذب تما كاينه، فلهذا يعني قاوم وحاول يكمل باي وسيله. كيف قلنا كيبقى له عقله، برافو عليه. المهم دازت 11 شهر وهو مازال يعني قاطع مسافه ديال 8000 كيلومتر على ذاك القارب الصغير. حوايجو يعني كانوا مقطعين، اش عنده واحد الطرف ديال الثوب تيحمي راسو من الشمس يعني، وهالقارب غادي كيف قلت لا مجادف لا موتور لا والو، يعني واحد في هذا المحيط الكبير، ويعني بقى تماك الشهور هو تيعاني. المهم حتى وصلت القضية 14 شهر، يعني سنة وشهرين، وفي ذاك اليوم يعني اليوم النجاة، هو بدا يشوف شي وراق فوق الماء، وبدا يشوف يعني الطيور الفوق تما كاين، قال بان راه قرب من اليابسه، يعني قال راه كاينه تما كاينه راه شي ارض ولا شي جزيره. المهم بقى نص يوم الى حتى بانت له الجزيره. المهم غير بانت له الجزيره نقص من القارب ديالو ومشى تيسبح في امل يعني واخا ما يكون حد تما كاينه، المهم ها هو لقى واحد كيف كنقولوا يابسه على شي وقف، ومن الزهر تيلقى واحد اللي تما كاينه، لقى واحد الشخص. المهم كتكون هذيك هي اول مره يعني من بعد ما دوز 438 يوم و 11000 كيلومتر من الساحل اللي خرج منه. هذيك الجزيره اللي وصل لها كان سميتها ايبون اتول، يعني وكان ما يعني وكان ما شافش ذاك الجزيره وقف فيها ما كان غيوقف الا الفلبين، يعني الفلبين من ذاك الجزيره مازال له 5000 كيلومتر، يعني خاصو 240 يوم وحده اخرى عاد يوصل للفلبين، ولكن من الزهر قابلته ذاك الجزيره. ومن بعد ما انتشرت الاخبار ديالو جات السلطه ورداته للبلاد ديالو اللي يعني في سلفادور خليج المكسيك. من بعد ما تعافى والتغطيه الاعلانيه اللي كانت عليه، قرر يكتب واحد الكتاب على هذه القصه اللي دوز في البحر. ولكن العائله ديال الشاب اللي كان مرافقه قدرت يعني ترفع عليه دعوى قضائية بأنه هو اللي قتلو باش ياكلو، ويقدر يكون ماشي احتمال بعيد باش، لأن شحال شفنا الحوادث ديال الطائرات ولا هذا، يعني بنادم قدر ياكل بنادم باش يعيش، ولكن العلم لله. المهم قولوا لنا نتوما رأيكم في التعاليق، واش يقدر يكون كلاه ولا ما كلاش. نطلب من الله ما يكونش ثقيل على قلبكم، اللي ما مساكش ما ينساش يدير لنا اشتراك، ما تخسر والو، بركي على داك البوطونه ولا تفرجت فينا ما بغيتيش. ما تنساوناش باللايك ديالكم، ما تنساوناش بتعاليقكم المحفزه. استودعكم الله، والسلام عليكم حتى القصه الجايه.